اكيد هنا طبعا الجد وهناك الهزل. بتكون هزلين طوال مع كرة القدم، فقد تعود صاحبها إلى الإسلام. سبحان الله سبحان الله يا إخوان، سبحان الله. واصلوا نشوف المشهد ده. أمس أسلم في السودان، أصلاً كان جد ما أعرف يكلم عربي يعني. الحمد لله سلمت عربي، يكلم عربي يعني، ناس بيفهم، أنا بيفهم ناس كويس الحمد لله. باتريك إنكادي نيجيري من مواليد مدينة لاغوس في العام 1989. كغيره من النيجيريين عشق كرة القدم وجعلها مصدرا للرزق، ولكن الكرة أعطته أكثر من رزق الدنيا، فقد كانت سببا في إسلامه. أنا كان سلبت عمين في السودان مع قدام ناس مع والو. باتريك الذي استبدل اسمه بعد الإسلام ببلال استبدل أيضا طريقة احتفاله بعد الهدف. قبل سلمت لما نجيب جول بقلب جوبة، بس سلمت نجيب جول تاني بقلب جوبة. لا أحد يعرف مستقبله، وإن كان باتريك قد توقع اللعب محترفا خارج نيجيريا فإنه لم يتوقع أن يكون الاحتراف في السودان والاستقرار في أرض النيلين لدرجة الزواج. أنه وأنا جي السودان ما عندي فكرة بقاعد في السودان سنتين، أنا فكرة عندي فكرة عشان بيكون بلا في أوروبا. عمين جيت قدت سنة سنتين ثلاثة سنة قابلت يعني بيت كويس معي، السودان طيبين كويسين الحمد لله ما شاء الله، عشان كده لقيت مع كويس معي، زوجت معه وقعدت معه كويس، زوجت كويسين، أولاد ناس كويسين الحمد لله. باتريك بدأ مشواره الاحترافي مع حي العرب بورت سودان. لما ناس عيلة ليت ما ناس كويس ما شاء الله ناس كويسين، ليت مباراة كبيرة معه أتلون كشيد كفدرالية لمن كفدرالية وسكافة كويسة، كل سنة دوري السودان بي يعني يكون أقوى أكتر stronger أقوى أكتر من كل سنة بيكون زيادة عند التيم زيادة getting tougher، كل سنة أكون أصعب من سنة فات يعني الحمد لله. باتريك يلعب الآن بأهل شندي ومستقر مع أسرته في حي المورد بأم درمان، وله طفلة سودانية نيجيرية. وما أحلى أن يجيبك الزمان ويعجبك المكان.